اهلا بحضراتكم مره تانية في السادسه. اسمحوا لي بس قبل ما ادخل في مواضيعنا وهي كتير الحقيقه، لانه الاحداث اللي بتحصل في العالم كله مش بس في مصر هنا كتير، خليني بس اوجه كلمه لجمهور نادي الترجي البنوكين اللي طبعا كل الاحترام والتقدير، ومن واضح ان هو يعني عنصر نشط وفعال على صفحات قناه النادي الاهلي في الفتره الاخيره. انا متابع تعليقاتكم، اهلا وسهلا بكم، مصر هي بيتكم التاني والاهلي بالتاكيد نادي القرن في افريقيا، يسع من جماهير انديه القاره ألف. خليني بس اوضح انه انا لما قلت هنا في السادسه، ويمكن اغلب جمهور الترجي كان بيعلق على الجزئيه دي، انه ماتش الاهلي والترجي في ذهاب دوري نهائي قبل نهائي دوري ابطال افريقيا هو المباراه الاصعب بالنسبه للنادي الاهلي الموسم ده، وفنت الكلام بتاعي وقلت ايه هي اسبابي من وجهه نظري الشخصيه في كونها المباراه الاصعب، اللي حتى بفكر حضراتكم قلت انها يمكن تكون اصعب من مباراه النهائي نفسها. كان ده مش خوفا او تخوفا على النادي الاهلي من الترجي عشان الكلام يتحط في نصابه الصحيح. الكلام ده كان مرتبط بفكرة احترام الخصم او المنافس، وبالتأكيد طبعا نادي الترجي نادي كبير ونادي صاحب رصيد كبير جدا من البطولات وعنده جماهيرية وشعبية كبيرة جدا في تونس، وله مننا كل الاحترام والتقدير. بس عشان الكلام ما يتفهمش منه ان انا بقول انه الاهلي متخوف من مواجهة الترجي في تونس، ده لم يكن قصدي على الإطلاق. الفكرة هو احترام الخصم والمنافس، وده مبدأ أساسي عند النادي الأهلي حتى لما بيكون بيلعب أصغر فريق في المنافسات المحلية. اسمحوا لي بقى أدخل في موضوعاتنا عشان هي كتير، مع واحد طبعا من نجوم النادي الأهلي الأكثر احتراما والأكثر انتماء الحقيقة في السادسة، بشرفنا دايما طبعا كابتن أحمد فوزي، ضيف عزيز علينا في قناه النادي الاهلي. اهلا بيك كابتن احمد. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ احمد، ازي صحتك، عامل ايه، اخبارك، نور الدنيا، الله يكرمك. دايما نتقابل كده والاهلي على خير ان شاء الله، يفاز ببطوله على خير ان شاء الله، داخل ان شاء الله على بطوله دايما على خير. يعني قبل الوداد باسبوع او ست ايام تقريبا بالزبط. كنت انا موجود هنا في الماتش اللي هناك، فيعني ان شاء الله ان شاء الله تبقى بشره خير ان شاء الله باذن الله. خليني ابتدي معاك من المرحله اللي فاتت سريعا، عدي عليها. بتشوف ازاي بدايه طبعا الراحه السلبيه اللي خدها النادي الاهلي ورجوعه للتدريبات بدايه من يوم الخميس استعدادا طبعا لمواجهه نادي الترجي، شايف انه ده ممكن يكون ليه اثر ايجابي على الفرقه من الناحيه البدنيه والذهنيه بشكل كبير؟ يعني سلاح ذو حدين، انت سلاح ذو حدين، انت قعدت 40 يوم او 45 يوم تحديدا بتلعب كل 3 ايام. ايوه، فكانت الضغط بدنيا وذهنيا على اللعيبه، وخلي بالك كل مباراه النادي الاهلي كؤوس، سواء في الدوري سواء في الكاس سواء في الكاس، هي مباراه كؤوس انت عايز تكسبها. مظبوط. فانت مباراه كؤوس بتبقى ضغطها اعلى بكتير من مباراه الدوري. النادي الاهلي عدى عليه فتره كبيره قوي بيلعب كل 3 ايام، انت لعبت اكتر من 30 او 29 لعيب، لعيب جبته من ناشئ 99، لعبته باك شمال وهو اصلا بيلعب نص ملعب، ولعبت 5 ماتشات على هذا الوضع. أيه. انت جبت لعيب ديفندر او 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 سيرت باك، لعبته باك رايت، انت في اماكن كتير في الملعب ما كنتش لاقي لها بديل. واحد زي قفشه انا شايف ان الاصابه دي رحمه من ربنا ليه. أيه. انه فخد فتره نقاهه كبيره، صحيح هو بيعمل علاج طبيعي، بس فتره نقاهه في التحملات البدنيه عليه هتفرق معاه كتير، هترجعه احسن من الاول. فانت الفتره دي كنا عايزينها، بس كنت اتمنى انها تبقى بدري شويه، يعني قبل ما نلعب الماتش الودي اللي احنا لعبناه ده. طيب. لو كنا بدرناها يومين ثلاثه كمان قبل ماتش مصر التامين، تمام، بحيث ان احنا نبتدي نرجع مش قبل المباراه ب 8 ايام، نرجع قبل المباراه على الاقل ب 11 يوم. يبقى في 5 ايام فتره بدنيه وست ايام تكتيك للمباراه. دي كانت وجهه نظري، انما طبعا اكيد كل حاجه معموله مع الجهاز بالورقه والقلم، واكيد مقدار الراحه بياخدوه على مقدار الحمل اللي هم بيعملوه. فيعني انا شايف ان شاء الله ان شاء الله يكون الحسابات، لان كل حاجه بتتحسب بالعضلات وبتتحسب بالموازين اللي هم يقدروا يشيلوها، بكميه الجري اللي يجروها، كل حاجات بتتحسب باجهزه معينه يقدروا يحددوا فيها فتره الراحه قد ايه. واعتقد ان شاء الله النادي الاهلي عمل كده كويس، وان شاء الله تبقى فتره ايجابيه جدا لينا عشان نستعيد. يعني زي ما بقول، بص خلي بالك اهم من الناحيه البدنيه الناحيه الذهنيه. ساعات من كتر تعب جسمك ما بتقدرش تفكر غصب عنك، جسمك تعبان فمش قادر تستعيد الحاله الذهنيه اللي هي اعلى حاجه. طيب. عشان كده بتعمل ايه؟ لازم تريح عشان تعرف تفكر كويس. مزبوط. ده في الحاله العاديه، في الحاله العاديه ساعات بتشد الكوبس بالظبط، تشد عشان تفصل، لازم تفصل عشان تعرف تفكر. أيوه. صح. فهو بقى تخيل انت لعيب بتلعب
كل 3 ايام مباراه، لا وانت بتتمرن كمان ما بين المباريات وبتسافر من هنا لهنا وهنا وكميه ارهاق عاليه جدا طبعا. جدا. فاعتقد ان الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله تبقى الاهلي يقدر يحسم التاهل في فرادس. لا اللي يقول كده يبقى غلطان. المباراه دي 180 دقيقه المباراه دي 180 دقيقه هيلعب منها 90 دقيقه هناك و90 دقيقه هنا. انت هتلعب بدايه بتحافظ على اهم حاجه، تحافظ على المرمى بتاعك وتحاول تهدف. ما قدرتش ولا قدر الله استقبلت، يبقى انت هتبتدي تفكر فكر تاني خالص. خلي بالك هي عمليه زي ما بيقولوا كده فكر حربي مختلف من المدير الفني ده للمدير الفني ده. انا بلعب على حاجه معينه وانت بتلعب على حاجه معينه. يعني انا لو مستر موسيماني هلعب 4 3 3 فلات، العب ب 3 ديفندر 3 نص ملعب بعرض الملعب عشان اقف في نص الملعب وعشان اساعد الاطراف اللي عندهم طرفين سرعة جدا في الناحيه الهجوميه ما بيدافعوش كويس بس هجوميا كويسين جدا. طب اعمل ايه؟ اقف في نص الملعب والعب 4 3 3 والعب في ظهر الاثنين الاطراف اللي بيزيدوا. دي هتبقى مميزانه جدا. لو لعبت 4 2 3 1 هلاقي مساحات في نص الملعب، خاصه زون 14 عندنا هتبقى مشكلتها ان انت لازم توقف واحد من الاثنين اذا كان السوليه او ديانج. اعتقد ان ديانج بيعملها كويس ولكن ديانج الوحيد اللي ما ريحش. نقطه سلبيه الوحيد اللي ما ريحش في التيم هو ديانج، كان بيلعب مع منتخب بلاد مالي. فعشان كده ايه هتبقى الحمل هيبقى عليه الى حد ما لسه عالي، لسه ما خدش القسط من الراحه زي ما بيقولوا. ف يعني انت لازم لابد ان انت تحسبها حسابات ورقه وقلم الاول زي ما بتلعب شطرنج كده. متوقع سيناريو شبه سان داونز ذهابا او ايابا ان شاء الله. ان شاء الله اللي عملناه في الاياب هيحصل، هنعمله في الذهاب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بيتهيالي يمكن يا كابتن احمد ممكن تقول لنا برضو وانت طالع بره بيبقى مهم جدا بالنسبه لك انك تسجل، يعني أكيد. فكره انك انت تلعب على جون بره ملعبك اعتقد بيفرق كتير جدا، وخصوصا انه انا بيتهيالي انه في صالحنا اكتر انه مباراه الذهاب تكون في رادس وانه العوده تبقى في القاهره. مش قصه، ما انت ماتش سان داونز كان الذهاب عندك هنا في القاهره وقدرت تسجل هدفين وتروح هناك تسجل. ايوه فانت هي قصه في الروح القتاليه عند اللعيبه، ودي اللي الواحد متاكد منها ان شاء الله. اكيد الجون اللي في الذهاب في ملعب الخصم بيديك اولويه كبيره جدا. يعني الجون اللي سجله ياسر في سان داونز عمل لنا راحه كبيره، فرق عملنا راحه كبيره، خلص الماتش. انت معاك لحد 3 بيخشوا فيك 4 لازم هم يكسبوا 4 لا قدر الله. انما انت بتتكلم في ايه، اداك اريحيه كبيره جدا. هي دي النقطه اللي احنا ممكن تلعب عليها. انت ممكن تلعب زون ديفنس وتلعب على المرتدات. وخلي بالك مستر موسيماني لو شفت ماتش سان داونز هناك وماتش نهضه البركان وماتش فيتا كلوب هناك عملها على احسن ما يكون. كان بيقفل نص الملعب كويس قوي، بيعمل تقارب ما بين الخطوط الثلاث خطوط، كان بيعمل تقارب بينهم كويس جدا، وبعد كده يستلم الكوره يلعب لونج باس لمحمد شريف او لونج باس لطاهر محمد طاهر او صلاح محسن اي، وقدر ينفذها على احسن ما يكون. حتى في ماتش نهضه البركان مع ان المباراه كانت مباراه كاس بس هو قدر يسحب فرقه نهضه البركان ان هي تهاجمه عشان تفتح مساحات في ظهرها ويقدر يكسب النقطه دي، والحمد لله قد كان. فانا اعتقد انه عنده القدره انه يلعب الحته دي كويس. طيب خليني اسالك على الترجي بقى، وشايفه ازاي نسخه الترجي 2021 لو كنت متابعه، لانه بيتهيالي كمان كان في تباين في مستوى الفريق بدايه من بدايه مشواره في دور المجموعات، كمان قدم عروض الى حد ما كويسه. لكن يمكن عانى بشكل كبير جدا في دور الثمانيه. خليني اسمع منك رايك في مستوى نادي الترجي، بس بعد ما نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن احمد فوزي.